هذا ويواصل معسكر حزب مستقبل وطن السادس فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمدينة الغردقة بعنوان لا للإرهاب، ويستمر حتى 16 من مايو الجاري. للمزيد مشاهدينا من التفاصيل ينضم إلينا من الغردقة مراسل أونلايف إبراهيم عزت. إبراهيم، بداية مرحبا بك، يعني أطلعنا على التفاصيل التي يقوم بها معسكر حزب مستقبل وطن. تحياتي لك زميلتي بسمة. بالفعل اليوم هو اليوم الثاني واستئناف المعسكر السادس لحزب مستقبل وطن. يعني دعيني أبدأ معك من حيث الأحدث، واليوم الجلسة التي ستنطلق بعد قليل وهي تجديد الخطاب الديني وكيفية مواجهة هذا الأمر في مواجهة الإرهاب الفترة القادمة والحالية. بالتأكيد أراد الحزب أن يسلط الضوء على هذا الموضوع، وكما تعلمي أن هذا الموضوع الذي كثيرا ومرارا وتكرارا يكرره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين والعديد من الرجال الكبار في البلاد من الأحزاب السياسية وغيرهم، اليوم الحزب أراد أن يفتح هذا الموضوع ولكن مع شباب مصر، مع شباب حزب مستقبل وطن، كي يستمع إليهم وإلى اقتراحاتهم حول هذا الموضوع. هذه هي الجلسة الأولى التي سيستأنف بها المعسكر السادس، وعقب ذلك سيكون هناك ندوة أخرى بحضور أحد الرياضيين، والذي أشار له المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن في تصريحات خاصة لأونلايف، وقال أنه أحد الرياضيين الذي سيشارك الشباب أيضا مساء هذا اليوم في جلسة رياضية نقاشية أيضا مع الشباب. كما أشرت يعني وقمت بإذاعة مقتطفات صوتية للسيد حسام صالح وهو الخبير الرقمي. المهندس حسام صالح يعني بجلسته الرئيسية بالأمس هي الجلسة الأولى التي افتتح بها هذا المعسكر، هي الجلسة الأولى للمهندس حسام صالح وهو خبير الإعلام الرقمي وبالتأكيد المدير التنفيذي لإعلام المصريين، وتطرق إلى يعني مواجهة الإرهاب في مجال الإعلام والرد على بعض القنوات الفضائية أيضا بالإعلام. لذا حرصت يعني هذه المجموعة كما تعلمي بسمة بتضم العديد من الشبكات إعلام رقمي حديث، لابد أن نوعي الشباب حول هذا الموضوع وخطورة هذا الأمر. وأيضا امبارح كانت هناك جلسة أخرى أيضا مهمة لسيادة اللواء أركان حرب صلاح الدين شاهين في تحديات الأمن القومي في مواجهة الإرهاب، وهذه الجلسة بالتحديد وجلسة المهندس حسام صالح شهدت العديد من النقاشات ما بين وبين يعني المحاضرين وما بين الشباب، وتعلمي أنه أكثر من 1000 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية، ليس فقط هنا في محافظة البحر الأحمر وفي هذه المدينة الرائعة كما تتابع على من أمام يعني أحد الشواطئ الخاصة هنا في الغردقة. اليوم أيضا ستشهد اليوم الثاني ليس فقط جلسات وندوات، ولكن أيضا الحزب بيشهد وبيرعى أن يكون هناك جانب رياضي وجانب ترفيهي. لذا سيصمم الحزب على تنفيذ بعض المسابقات الرياضية مثل الشطرنج والأشعار ويعني العزف، كل هذه النشاطات الترفيهية بيجتمع الشباب معا سويا في آخر اليوم لجلسة يعني ربما تكون جلسة هادئة تماما بعيدا عن صخب السياسة. وإذا أراد أن نلخص اليوم الأول والثاني لهذا المعسكر، فيمكنني أن أستعين بإحدى التعبيرات التي استخدمها المهندس أشرف رشاد، والشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل. أشكرك. هذا العنوان الذي يعمل عليه حزب مستقبل وطن في هذه المعسكرات المختلفة. بسمة، أشكرك شكرا جزيلا لك. إبراهيم عزت مراسل أونلايف كنت معنا من الغردقة.